بالمناسبة أنا يعني ما بخشش معاكم في تفاصيل كتير، وأنا عارف إن الناس كلها بتسمعني دلوقتي، لكن أنا الدكتور شاكر موجود قدامي مني دلوقتي وإحنا قاعدين. أنا عايز أقول لكم إن كان عشان نطور قطاع الطاقة، وأنا بتكلم هنا تحديدا على قطاع الكهرباء، ما كانش بس الهدف أو الفكرة إن إحنا ننشئ، وأنا الكلام ده قلته قبل كده بس بأكده تاني أو بذكر نفسي وبذكركم بيه، ما كانش بس الهدف إن أنا أعمل محطات طاقة جديدة، لا، كان لابد إن أنا أجدد الشبكة وأعمل شبكة إضافية. طب ده كفاية؟ يعني إحنا أضفنا تقريبا ضعف حجم الشبكة القديمة اللي كانت موجودة في مصر، ضعفها مرتين. أنا بقول كلام مظبوط يا دكتور شاكر؟ طيب النقطة الثالثة في الطاقة اللي أنا بتكلم عليها ديت، إنك أنت بتقول عايز تبقى أنت محور أو مركز للطاقة الكهربائية في منطقتك. طب إزاي تعمل ده وأنت الشبكة عندك وقدرة هذه الشبكة على نقل الكهرباء عبر القارات بين آسيا وبين أفريقيا وبين أوروبا غير مؤهلة على الإطلاق؟ إذن كان النهاردة عشان نعمل ده كنت لازم يبقى عندي كمية طاقة كهربائية مناسبة، ويبقى عندي شبكة لنقل هذه الطاقة، ثم عندي محطات ومحولات للتحكم في الشبكة دي بالكامل، حتى لما أجي أقول عايز أعمل طاقة جديدة ومتجددة مثلا بالشكل القديم وبالنظام القديم اللي كان عليه محطات الطاقة، أو آسف المكون الطاقة في مصر أو مكون الكهرباء في مصر، كنا لا يمكن أبدا أن احنا نشغل نقدر نعمل مشروعات طاقة جديدة ومتجددة تشتغل بكفاءة، لأن كل حاجة لها ظروفها. فإحنا كان مطلوب مننا نعمل ده كله في وقت واحد وفي فترة زمنية قليلة. لكن النهاردة أنا بتكلم في ده، بالمناسبة إحنا المحطات التحكم دي إحنا عملنا جزء وفضل التلتين تقريبا، فضل تلتين المحطات دي اللي هي تخلينا إيه؟ تخلينا يعني تخلي الشبكة المصرية قادرة على أنها تتفاعل وتتعامل مع شبكات متقدمة جدا موجودة في أوروبا. طب إحنا بنعملها عشان يعني نباهي إن إحنا عندنا شبكة زي اللي موجودة في أوروبا؟ لا، ده متطلبات العمل بتحتاج كده. أنا قلت الكلام دوت وفي حاجة، وفي كل موضوع بنتكلم فيه هتجد مبررات علمية مش مبررات سياسية، لا مبررات علمية واقتصادية، ولو ما تعملتش يبقى احنا قصرنا في حق البلد دي وفي حق مستقبلها، ده لازم تكونوا عارفين كده. واللي بيكلمك في جزئية صغيرة لانه الهدف منه ان هو ياخدك في مكان تاني خالص، ما يخليكش ابدا تفكر لا بمنطق ولا بموضوعية ولا بعلم، هو هدفه كده. طب ليه؟ هو انتوا يعني هتفضل الدولة دي مستقرة بعد كل المحاولات اللي اتعملت خلال السنين اللي فاتت؟ مش معقول. طب انا هقول لكم على حاجه، احنا يعني على بالي كده كل لقاء بالي 3-4 مرات اتكلم على ان احنا موضوع الارهاب الحمد لله احنا نجحنا بنسبه كبيره جدا ان احنا نخلصه، وفي احتفاليه احنا هنعملها مش هنا في مصر، هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد. فدولة الرئيس لما راح هناك كان أول مرة طيارة تنزل من 7 سنين أو 8 سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس، مش كده؟ أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد 8 سنين مش قادرين نعمل ده. طب أنا هروح نعمل الاحتفالية ديت والعريش زي ما هي ورفع زي ما هي؟ لا، لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على أن هي مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر. طب التمن كان كبير طبعا، مش فلوس مش أموال، لا ده دم ومصابين وشهداء راحوا عند ربنا سبحانه وتعالى، ونتمنى لهم ان هم ان احنا يعني ربنا يجمعنا بيهم بسلام وامان في يوم عظيم في يوم القيامه.
بقول ده اتدفع ثمن من شعب مصر كله. وبالمناسبة دول أبناء كل اللي موجودين قدامي واللي موجودين كمان في بيوتهم مش شايفينهم دلوقتي. وعشان كده دايما بأكد ولما أتكلم على الشهداء والمصابين في مناسبات يقول لك هو ده يعني ده مناسب في كل وقت، ولا يمكن إن احنا ننساهم، ومش وعيب علينا جدا إن احنا ننساهم، ولا يبقى ننسى الفضل والكرم اللي هم عملوا بيه بلدهم وقدموا بيه أرواحهم. عشان أقول في يوم من الأيام وأنا قاعد دلوقتي كده إن بعد 10 سنين تقريبا احنا الحمد لله رب العالمين مفيش، الحمد لله رب العالمين مفيش إرهاب. طب أنا استكمالا للنقطة ديت، هل بقى بعد واحنا بنقابل شوية تحديات زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي كلنا نبقى خايفين ولا واثقين في الله أولا ثم في أنفسنا؟ الثقة في مين؟ في الله أولا ثم في أنفسنا. هل احنا عملنا حاجة كشعب أذينا أو اعتدينا أو يعني احنا صبرنا صبر كبير جدا جدا عشان ما نخشش في صراع مع حد؟ وربنا اللي يعلم. وحاولنا بقدر الإمكان خلال فترة 2012 و13 إن احنا ما نصلش أبدا لمواجهة، بس ما نجحناش. مش أنا اللي ما نجحتش، هم اللي ما نجحوش، هم اللي ما نجحوش. وتصوروا إن هم ممكن قوي باللي بيعملوه يهدوا مصر. وكنت دايما أقول ما فيش حد يغلب دولة، ما فيش حد يقدر يضيع شعب، ما فيش حد يقدر.